بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذه حلقة استثنائية، أنا أضفتها إلى قصة الفلسفة. قصة الفلسفة نفسها ما فيها مقارنة أو فصل خاص مقارنة بين العقلانيون والتجريبيون ومناهجهم، بس أنا شفت إن بما أن إحنا أوريدي درسنا فرانسيس بيكن التجريبي وعرفنا سبينوزا العقلاني، وأنا حاولت أشرح خلال هذه يعني خلال ما أنا شرحت الفلاسفة حاولت أشرح منهجهم العقلاني والتجريبي، فحسيت أن قبل ندش على كانت راح يكون يخدمنا أكثر لو أن إحنا تعلمنا أكثر عن هذه المنهجين، راح تعلمنا المصطلحات المستخدمة شلون نفرق بينهم. يعني أنا شخصيا شفت أن هذا موضوع مهم عشان نكمل قصة الفلسفة ونفهم فلسفة كانت وغيره، وعشان بعد نفهم المصطلحات الفلسفية المتداولة والمناهج الفلسفية. إذا الحين إحنا قلنا عندنا العقلانيون مقابل التجريبيون، طبعا في لهم أسماء أخرى راح نتناقش فيها بعدين عشان راح نقول على أساسيات هذه الأسماء. قبلها راح أعطيكم مقدمة بسيطة عشان تشوفون معي الفرق بين العقلاني والتجريبي. إذا مثلا واحد طرح عليك موضوع وأنت رديت عليه قلت له إن شاء الله أنا راح أكون عقلاني، أو قلنا عن واحد إن هذا إنسان عقلاني، عادة إحنا نقصد إنه يعني هذا الإنسان عقلاني راح يبحث بالموضوع أكثر، راح يجرب يشوف، ولكن هذه مغالطة، وهذا أقرب لشخصية التجريبي من العقلاني، وكان بالأحرى نقول عنه إن هذا إنسان تجريبي. الحين راح أوضح ليش. راح أعطيكم قصة أم دخلت على عيالها بيدها كيسين عندها ولدين وقالت لهم أنا جايبت لكم هدايا. الطفل العقلاني راح يقول أو خلينا نقول التجريبي، أول شيء التجريبي راح يقول أنا ما راح أصدق لغاية ما أشوف الكيس بنفسي، تفتحه أطلع لي اللي فيه، أشم ريحتهم وأمسكهم، لحظة قاعد يتكلم بالحواس أكثر، يبي يشوف، ما يؤمن بشيء إلا لما يشوفه ويعرفه أكثر ويتأكد منه بحواسه. أما الطفل العقلاني فراح يقول أنا أصدق أمي لأن كهم الكياس موجودة، وأمي ما تشذبت علينا أو ما تشذب، وأمي تجيب هدايا عادة، فش اللي خليني ما أصدق أن هذه الكياس فيها هدايا. التجريبي راح يصر على رأيي أن أنا ما راح أصدق لين أشوف أنا مو نفسك. راح يرد عليه العقلاني هذه أمنا يعني إيش قاعد تقول، يقول له ذاك والله حتى لو تيب أبوي ما راح أصدق لين تفتح الكياس ونشوف، وما دام أنا ما شفت بعيني وما مسكتهم أنا ما راح أصدق. الحين اللي قال أنا ما راح أصدق لين أشوف بعيني هذا تجريبي، أما اللي استخدم المنطق والاستدلالات والبديهيات هذا عقلاني. وهذا راح يمثل لنا، يعني هذا كان تمثيل بسيط للفيلسوف التجريبي والفيلسوف العقلاني. فإذا كلنا فلاسفة يا عزيزي، احنا كلنا لو حطينا في هذا الموقف راح نكون يا اما الطفل الاول او نكون الطفل الثاني. يعني انا ما بيكم تشوفون هذا بعد، يعني بس على نطاق ضيق راح نتوسع بالمفاهيم هذه أكثر، ولكن أيضا راح أحاول أبسط الموضوع كثر ما أقدر. نتكلم أول شيء عن العقلانيون. العقلانيون اسمهم الثاني يسمونهم بعد القاريون، ليش؟ لأنهم باقي قارة أوروبا، باقي عن منو؟ عن التجريبيون. ليش؟ لأن التجريبيون هم الإنجليز، وبعدين مع الوقت صار يعني أيضا الأمريكيين عرف عنهم أنهم أقرب إلى التجريبيون. نعيدها مرة ثانية، العقلانيون قاريون، الإنجليز الفلاسفة الإنجليز كانوا بالأغلب بالمجمل تجريبيون، ومثال مثل ما إحنا عرفنا فرانسيس بيكن، بينما العقلاني عندنا كان إحنا عرفنا سبينوزا، وسبينوزا كان هولندي ومن أصل برتغالي. الحين العقلاني يقول، الحين هو قال العقلاني أنا أؤمن أن كذي وكذي وهذا الكلام بعقلي، أؤمن فيه بعقلي،
بس طبعا هو لأنه فيلسوف ما راح بس يعني يقول هذه الكلمة ويقطها، راح يحاول أنه هو يثبت أن كلامه صح، وأن العقل كافي، وأن العقل فيه أفكار فطرية. العقل إحنا مولودين بأفكار مسبقة، إحنا مو صفحة بيضاء كما يدعي منه الإنجليز والتجريبيون اللي يمثلون المنهج التجريبي. لا، إحنا مولودين بأفكار مسبقة، والعقل مو ناطر الإحساس والتجربة عشان يصير عنده فكرة وإدراك. إذن راح يقولون إن في وسائل مضمونة راح يكسبون، يعني من خلالها راح يكسبون المعرفة بشكل مستقل عن التجارب الحسية. وشنو هذه؟ مثل هما دائما راح يستندون على الرياضيات وعلى المنطق. مثال على هذا الموضوع أنا شرحته قبل هالمرة، اللي هو مثال البرتقالة. العقلاني راح يقول إن فكرة البرتقالة أصلاً موجودة بمخي. بعدين أنا يعني أوكي، خلنا نبتدي بالعقلانيون، سوري، بالتجريبيون أسهل. التجريبي يقول أنا أمسك أول شيء مدور، أنا عمري بحياتي ما عندي فكرة عقلي عن موضوع البرتقال كلش، لكن أنا شفت شيء مدور لونه برتقالي، ريحته برتقالية، رحت قلت حق عقلي يا عقلي إذا مرة ثانية شفت هذا الشيء ترى هذا برتقالة. بينما العقلانيون يقولون لا، الفكرة أصلاً موجودة بمخنا. طبعاً أنا قاعد أبسط كثر ما أقدر يعني شوي، هي في ممكن تكون في اختلافات يعني مو لهالدرجة الاتفاق، إن في فكرة البرتقالة موجودة أصلاً بعقلنا، وإحنا لما شفناها لونها برتقالي وريحتها برتقال ومدورة، ولمسناها كانت مدورة، فقلنا هذه البرتقالة. شفتوا الفرق بين التجريبي والعقلاني؟ الحين ناخذ أمثلة على الفلاسفة العقلانيون وأفكارهم. إحنا ناقشنا قبل هالمرة سقراط، وناقشنا محاورته اللي صارت لما نادى خادم وأعطاه مسألة رياضية ومشى معاه خطوة خطوة لغاية ما الخادم وصل إلى النتيجة والحل الصحيح. فمني سقراط قال يعني خلاص واضح إن الإنسان الأفكار عنده مسبقة، وبس يحتاج إنه هو يولدها. عشان كذي سقراط كان يقول أنا أولد الأفكار من عقول الرجال. عندنا أفلاطون عقلانيته تتمثل في نظرية المثل. نظرية المثل اللي هي إن كل شيء، يعني كل شيء إحنا موجود في الحياة موجود إحنا بعقلنا قبل طلعنا على الشكل المثالي له، وموجود هذا بعقلنا. فلما راح نشوف البرتقالة نقول هذه هي اللي بمخي اصلا، اللي انا شفت البرتقاله المثاليه قبل لا انولد، والحين انا قاعده اشوف اشكال للبرتقاله اللي انا اصلا اعرفها. هذه نظريه المثل لافلاطون توضح لنا بعد الفكر العقلاني. ديكارت مثل ما نعرف اهتم وايد بالرياضيات، واحنا مثل ما قلنا ان العقلانيون يهتمون كثيرا بالرياضيات لانهم يحاولون يثبتون بان القناعات اللي عندهم لها شفرة رياضية أو لها طريقة، مثل ما إحنا نثبت مثلاً إشلون إن إذا قلت لك إن 2 إلى 4 3 إلى شنو، بمخك بعقلك راح تقول لي إذا 2 إلى 4 إذن 3 إلى 6. هذه ما تحتاج تجربة، ما تحتاج لمس. هذا اللي العقلانيون يحاولون دائماً يستخدمون الرياضيات، ويحاولون دائما ان يسوون يحاولون يعني ودهم ان كل شيء بالدنيا نفس الرياضيات، ويحاولون كانهم يبحثون عن هذه الشفره اللي راح تحل هذه المشكله بكل امورنا الحياتيه، اخلاقنا، الخير والشر، كل معضلات الحياه يحاولون يجدون لها طريقه رياضيه. ديكارت كان يقول بان جميع عقائدنا عرضه للشك. كان هذا الإنسان مينون شك، وكان عنده شك منهجي، شك بكل شيء. كان يقول أنا شو يضمن لي أن أنا بحلم ولا بيقظة؟ لأن أنا وأنا بالحلم أحس أن أنا موجود، فأنا شدراني وأنا باليقظة أنا أيضا موجود، أنا مو نفس لما بالحلم لما عبالي أنا موجود ولكن أنا بالصج مو موجود. فشكاك الريال يعني زين. فكان يقول لقى المفتاح هني ولقى إجابة حق سؤاله، وقال بأن الإجابة هي بالتفكير وبالشك. قال لو لم أكن موجود لما شككت بالوجود. عشان كذي طلع جملته المشهورة
أنا أفكر إذا أنا موجود. اللي يثبت أن أنا موجود هو أن أنا أفكر. اللي يثبت أن أنا موجود هو السبب، أو هو أن أنا شكيت بوجودي. هذا دليل على أن أنا موجود. طبعا هذا تفكير عقلاني، بعقله وصل للاستنتاج لوجوده، وحاول أنه يطلع مبادئ بديهية مثل فكرة أنا أفكر إذا أنا موجود، يكون لا مجال لأي شك فيها. حاول إيجاد مبادئ أخرى ليست عرضة للشك، ولكن يعني نقدر نقول بأن تقريبا هو هذا الشيء الوحيد اللي قدر يثبته. الحين ناخذ سبينوزا مثال أيضا على الفلاسفة العقلانيون. لما كتب كتابة الأخلاق اكتبه بطريقة هندسية، إيمان سبينوزا بالعقل أدى به إلى إقامة بناء عظيم من الهندسة والمنطق. فطلع لنا الفلسفة اللي تقول أن الكون نظام رياضي يمكن وصفه عن طريق الاستدلال من البديهيات المقبولة. كلام واضح جدا أنه كلام شنو؟ عقلاني. لما يقول أن هذا نظام رياضي والكون عبارة عن نظام رياضي، وأنه هو بناء هندسي، هندسة بناء عظيم من الهندسة والمنطق، هذا كلام العقلانيون. وعندنا إله سبينوزا دليل على عقلانيته لما يقول أنا أؤمن بإله، هذا الإله هو إله القوانين، وكان يحاول يعرف أكثر عن هذه القوانين، وكان يقول أن إحنا مثلا بدل ما نتجه بالدعاء إلى خرق القوانين نطلب من الإله أن يخرق القوانين، الإله لن يخرق القوانين من أجل أحد، ولكن لازم يكون توجهنا أكثر إلى التأمل الفلسفي، وهذه الكلمة ما يحبونها التجريبيون، التأمل الفلسفي لنعرف أكثر عن قانون الطبيعة اللي ماشي، واللي ما راح بالدعاء نخرق أو يخرق من أجل أي أحد. الحين نتجه إلى الفلاسفة التجريبيون. لما نعرف عن تجريبيون أكثر أم راح نفهم العقلانيون بعد. الفلاسفة التجريبيون عندهم شكوك في كل شيء، وهم يميلون إلى التشكيك أكثر من التصديق، على عكس العقلانيون اللي ممكن يكون عندهم تصديق في أمور معينة. التجريبيون يشكون في كل شيء لغاية ما تصير التجربة وحواسنا تتدخل بالموضوع وشوفون الموضوع بعينهم ويستدلون عليه بحواسهم. وبيني وبينكم حتى بالتجربة وحتى عقب ما يشوفون يظلون مشككين لآخر دقيقة، وهم مشككين. ما عندهم إيمان، ما عندهم إيمان، وما عندهم قناعة بال إن في شنو نسميها اللي هي معرفة فطرية مسبقة. ما عندهم هذه القناعات. راح نقول عن التجريبيون بأن هم يؤيدون أن عملية المعرفة تعتمد على الحواس الإنسانية والخبرة فقط، بينما العقلانيون يقولون أن الحواس ليست الطريقة الوحيدة للمعرفة، وأنه يوجد طريقة أفضل منها لإدراك الأمور بشكل أفضل، وهو شنو؟ الاعتماد على العقل والمنطق في المعرفة. التجريبيون يميلون إلى انتقاد المنطق، ومثل ما شفنا شلون بيكن ما قدر ينجح إلا عقب ما انتقد منطق أرسطو وحاول يجد طريقة أفضل، منطق أفضل، ولكن هم المنطق اللي هو وصل له ما كان يعني منطق يعني يعول عليه، هم وجد فيه عيوب، لأن مثل ما قلنا التجريبيون مو وايد بتوع منطق، عندهم أن كل شيء مشكوك فيه وما في شيء يعني نقدر نقول أن هذا هو. الحين نراجع اللي قاله فرانسيس بيكن قبل. فرانسيس بيكن لما قال العقل مرآة غير مستوية، من تشوف هذه الكلمة تعرف أن هذا الإنسان شنو؟ تجريبي، لأنه قاعد يقول العقل مرآة غير مستوية، يعني لما يشوف الأشياء راح يشوهها. هذا لا يؤمن بأن العقل عند أو عند معرفة مسبقة أو عند مقدرة على المعرفة يعول عليها، عشان كذي راح يميل إلى شنو؟ إلى التجربة والحواس أكثر. نتكلم عن جون لوك. كان يقول بأن لا وجود لأي معرفة فطرية، ولا وجود لأي مبادئ ميتافيزيقية أو أخلاقية في أذهاننا،
ما في سكره والموضوع هذا، لا تحاولون تقولون بان احنا خلقنا على الاخلاق واحنا خلقنا صفحه بيضاء. يقول ان الانسان عند الولاده او العقل عند الولاده ما هو الا صفحه بيضاء خاليه، لا شيء في العقل راح نحصل عليه سوى عن طريق الحواس. اذا الحواس عقب ما تساعدنا على معرفة الشيء أو على يعني عقب ما استخدمنا حواسنا راح نحول هذا الموضوع إلى ذاكرة، خلاص راح نتذكر أن هذه برتقالة، عقبها راح يصير عندنا إدراك لهذا الشيء. غير كذي ما في، هذا هو الترتيب الصحيح للأمور. فمن هني راح نفهم شنو، بأن الأشياء المادية هي التي تؤثر على حواسنا بس، لأن إذا شيء مو موجود ما نقدر نشوفه ما راح يأثر على حواسنا فما راح ندركه. فكان يقول إذن إحنا بس عبارة عن لا نعرف شيئا سوى المادة، والمادة هذه هي اللي راح تحدد أفكارنا. فالمادة هي التي يستمد منها العقل أفكاره، ماكو شيء غير المادة، وهذه هي الفلسفة المادية. حبيت أنهي الفلاسفة التجريبيون بهيوم. هيوم عنده جملة شهيرة هي ما العقل إلا خادم للأهواء، وهذه خطأ تنسب إلى دوستويفسكي، أعتقد لأن دوستويفسكي ذكرها في الجريمة والعقاب، ولكن هي لهيوم. وهي تلخص فلسفته بأن لما يقول يعني واحد قاعد يقول لكم ما العقل إلا خادم للأهواء، يعني خلى العقل خادم، يعني يعني العقل بالنسبة له مو شيء رئيسي، هو ثانوي وما يعتمد عليه بولا شيء، هو خادم. الأهواء شنو تقول له؟ شنو سو؟ حط إيب، العقل راح يخدمها ويمشي على هواها. ما عنده قناعات، ما عنده أخلاق خاصة فيه، ما عنده إيمان، ما عنده ولا شيء، العقل فقط يقوم بما تسوغ له الحواس وما تريد منه الأهواء. هذه تقريبا هذه المجالات إذا بحثنا فيها، هذا هو ما يسمى بنظرية المعرفة. كل فيلسوف يحط نظريته بالمعرفة، وهذا فرع من الفلسفة مكرس لدراسة طبيعة مصادر ووجود وحدود المعرفة. مصادر وحدود المعرفة، هذا نوع اللي هي نظرية المعرفة، هي ما تدرس هذا الموضوع. وشفنا الاختلافات بين الفلاسفة، كل واحد يقول الزين عندي، وكل واحد يقول أنا جبت لكم نظرية ما تخرش المية، ويصير عليها نقد، ويصير عليها كلام، ويصير عليها قناعات، ويصير عليها بناء، ويصير عليها هدم. كذي أنا خلصت الموضوع هذا، أتمنى أكون فدتكم فيه، وأتمنى أن هذا الموضوع راح يساعدنا أن إحنا ندش على كانت بقلب جامد. ويعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة القادمة مع إيمانويل أو عطلة، معنى اسمه عطلة كانت.